ديال الحجوجي هو الاروع بالزويقرات الهماوي الهماوي هذا لبستو تبارك الله ما ياخذك اللي عارفينه ولا اروع ارتيكل غزال جدا ارتيكل غزال ارتيكل مالكي ارتيكل رائع السلعة اليوم كلها رائعة بنات يلا نقربوا شي شوية بنات نقربوا السلعة ونقربوا تبارك الله لي زونسومبل ونزيدو نهبطو تبارك الله حنا غاديين وهاد لي براسلي ديال تولي جو هو الاروع منتذكروش مع لي كولي مع لي فان كليف والهماوي وي وي شكاين اليوم تبارك الله في البلدي في اليدين منتذكروش البنات منتذكروش السبعيات والثمانيات والتسعيات وما نتذكروش على هاد البراسليت غنديرو شي شويه من هادشي ونكملو هادشي يلا غنديرو شي شويه ولا اروع عصير الصابون ما بقاليش كاين عندي شي حاجه في الحقيبه ما بقاليش داكشي اللي كامل اللي دوزت ديال عصير الصابون كله تبان ثلاثيه تبارك الله مرحبا والف الف مرحبا شي حاجه ديال الكافيه بنات في البراسلي وين يدرو ماشي خاوين من الداخل هادو هما العامرين هادوك اللي كتقوم مجلفين هادوك هما الخاوين وهادوك هما اللي ما كنديرش لان كيتضغطوا مي هادو سامتين هادو صامتين صح ما نتذكروش الناس اللي كدير الدبرة عارفة شنو هي صامت شي حاجة تبارك الله ديال البراسليات ديال الكافي تحفة فنية ولا أروع 5.9 في القطر ديالهم فيهم 26.16 كيبقاو ب 15700 صح ما نتذكروش الديزاين ولا أروع كافيات براسليات ما خلاوش بانات في البوز ديالهم كاينين هاد البراسليات ديال الفيس قالوا لهم شي ما شتو شي ما شتو شي ما شتو لان فريمون البراسليات اللي كيجيو عراض انا نوريكم علاش عراض مسطره مسطره هي اللي غادي تكذبنا ولا تصدقنا شي حاجه تبارك الله اللي كتجي هنايا فيها 2.5 سنتيم فاصله 4.3 2.3 سنتيم في الوجه ديالهم شي حاجه في الروائع البنات وشي حاجه في الاواخر سمحوا لي هذا المشكل ديالهم هو النمرة صغيرة اللي كتلبس تقريبا 5.3 سنتيم وباغا الفيس سيماتنو او جامي 5.3 في القطر ديالهم هادو فيهم 28.29 كيبقاو ب 17550 درهم 3 1755 ديال الاورو ب 3 وهني راه العراض بانت العراض ديال الفيز العراض كاين لي فان كليف تبارك الله وما شاء الله كاينين هادو الثلاثيه ديال الفان كليف حتى هي ما خلاتش هادو ولا اروع ديال الفان كليف شوفوا الفان كليف شوفوا 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 الفان كليف ولا اروع تيحمقو الفان كليف الفيس الكافيات اخر ما كاين في لي موديل البنات وابا ما كاين في لي موديل وباحسن ما كاين واجود ما كاين في الثمن لان فريمون فيهم 35.94 فيهم 5.8 في القطر ديالهم كيبقاو 22300 درهم ب 3 2230 ديال الاورو كاين هاد الفيس كارتي هادي كارتي اون جون اون بلون اون روز شي حاجه اوريجينال البنات شي حاجه روعه روعه صح ما نتذكروش هادي صح ما نتذكروش الخدمه والاوريجينال فيهم 25.15 كيبقاو ب 15000 درهم هادو 1500 ديال الاورو مليون ونص مليون ونص 15000 درهم اللي هي 1500 ديال الاورو اون 3 كولور مرحبا يلا ديروا لهم هادو سكرين باش ندوزو لكم النوامر الكبار فيهم في البراسليات شي حاجه المهم بنات والاواخر سمحوا لي بنات لي كومونتير راه بلوكي ليا شفت شي ميساج في الواتساب غني راه لي كومونتير ولي فيم بلوكي ليا غير صبروا عليا وسمحوا لي مره كيبان لي شي بالنسبه لهاد الخويط هذا فن انيق اموري وشي حاجه تبارك الله ديال تولي جو في الصم وصح ما نتذكروش فيه 6.5 ديال السنتيم ولا اروع هذا 3800 درهم 380 ديال الاورو 76000 ريال او ما تلقوا لي كومونتير وشحال الثمن ديال لويز 54000 ريال انا ديت منه اكثر من 15 مليون الله يحفظك اختي حنان سمحي لي راه ما تنعرفكمش زعما باش داخلين في
السلعه الله يعمرها دار والسلعه نقيه. نبيله اللي كتعرفكم باش داخلين في الفيسبوك، الله يحفظكم لا يخطيكم، وكاينين الله يكبر بك، كاين ما قل منك وكاين ما اكثر منك، وكاين نتيه وكاين شوف الحمد لله تبارك الله لا يخطيكم على رويال دي بيجو، لان فريمو كتشهدوا شهاده ديال الحق، كتشهدوا شهاده ديال الحق عزاز وغالين، الله يكبر بكم. ودابا وبالله عليك واش وحده مسكينه ما 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 ندخلش غادي نصدق جرح شي حد، واخا خصني نهضر في هذا الموضوع، واني وحده دابا ما عمرها شافت 1000 درهم مجموعه وكتقول انت يا الوحده بالصحه والراحه تبارك الله 15 مليون ديال السلعه، تقول هادو راه تيكذبوا راه ما يمكنش هذا، ما كنحقرو حتى واحد غير وكان ما يكونش بلادي يبقى يقول وايلي واي كذوب ويبقى يقول لك الاشاعات، راه ما تنكذبوش ما تنكذبوش ما كنكذبوش الصراحه هي كلشي. انا خديت كل مره وكل التحيه والتقدير والاحترام، الله يكبر بيك ذهب صافي وزوين، الله يوقف معاك سلعه نقيه ومعامله، الله يحفظكم نجيه لا كنرسلو غير المغرب، الله يحفظكم كاملين الله يكبر بيكم. كنشوف الفيديوهات الاخرين حتى عييت، ولكن هذا الشيء عجبني بزاف، الله يحفظك اختي توب دي توب دي السلعه، طروات دي في ابها الحلال براسلي اللي مبومبي مزيان، وجايب الشوفه ديال العين، وجايب تبارك الله الرحمن الرحيم بالاخت اللي كانت قالت لي الحلقات الكبار ديال الطروات دي بلا باك بالبوندونتيف، شي حاجه تبارك الله ديال التموليك في الطروات دي، شي حاجه غزال جدا اونسومبل من مجاميعو كما كنقولوا، فيه 17.33 غرام، فيه بالنسبه للبراسلي القطر ديالو 5.1 يعني صغير شويه في الدوره، كيبقى ب 10400 درهم لوتو، 1040 ديال الاورو، 1,008,000 ريال. هاو اللي بغاتو ديروا الكابتشر ديك كوندوز بريفي 06 مرحبا لينا مرحبا، الله يكبر بيك. سمحي لي سمحي لي، وهذا ولا كيكون بنادم باغي ينعس ولا هذا خصك تمشي شي شويه ما تقلد قرا لي كومونتير، غادي كاين مسكين اللي مسهرين وكاين اللي عنده حتى الالتزامات. دونك البنات كاين هذا لو جاكوار تبارك الله الرحمن الرحيم بالشوشيات، شي حاجه يونيك وشي حاجه تبارك الله في الهماوي، شي حاجه رائعه تخرج لكم من التليفون وقريب يولي فري هذا، والله الا قريب يولي مرحبا و الف مرحبا. شي حاجه تبارك الله كوريانه ما نتذكروش البنات، 750 اس كا شي حاجه في بريمير شوا، شوفوا على سلسله ديال البيزماك كتجي ولا اروع، شوفوا على سلسله وعلى خديمه فيها ولا اروع، غير السلسله بوحدها شهوه منا، عاد لو جاكوار كيجي هنايا والديدلات هذه كتمشي وتجي، شي حاجه اموري اموري وشي حاجه لابسه بوحدك. بالنسبه للجراماج 45 غرام فاصله 52، شي حاجه ديال 64 سنتيم في الطول ديالها، 27300 درهم كوليو ولا اروع، شي حاجه لابسه بوحدك وشي حاجه ما نتذكروش، وشي حاجه في الهواوي اموري اموري كلشي روعه 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 كما قالت اختي عزيزه وغاليه، شي حاجه تبارك الله تتهضر على راسها بالتلي ثلاثه بنات هنا بليبول، شي حاجه تبارك الله في الجاكوار مضوب من الداخل، وسلسله تحفه فنيه رائعه، لي فيرموار ديالها بنات شوفوا على فيرموار ورا اروع، خطير الفيرموار، شي حاجه ما كاين مغيانا ديك، شي حاجه الفوقاني، شي حاجه ديال 27300 واني تستاهل 2730 ديال الاورو اللي هي 2,146,000 ريال، غزال غزال ارتيكل احسن معامله وتصلع التقشيق. الله يكبر بكم البنات كلكم درتو دي كومونتير اليوم، كنتو طوب نتوما اللي احسن كليانات واحسن تقشيق واحسن همويين، وغنجيب لكم الروائع 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 البنات الروائع، شوفوا على تساعيه تبارك الله الرحمن الرحيم، بالنسبه لهذه الدقليبره الاصيله بنات، شي حاجه تبارك الله الرقيقه في الدقليبره هي اللي عطيه تبارك الله الجهد وعطى لافونس وعطى الطوندونس، هاد الزواقه براسها هي اللي محيحه في الدق ديال ليبرا، لان فريمون فيها واحد لو شارمو فيها الصح، وفيها الديكور والديزاين عرفتي تسعود ديال الخويطه ديرهم في يديك، مليكه هذه هي مليكه بجمالي زوينه بإحساسي الله يحفظك اختي صفا، الله يكبر بك. نبيله تالمو عجبها لو كومونتير، حيدات النيميرو ديال الواتساب ويبانكلات لو كومونتير ديالك، نحسن نقرا. شكرا لك نبيله تبارك الله كدير واحد الدور رائع جدا، لا يخطيك اليوم لا يخطيك علينا، والله يكبر بك احسن معامله والسلعه والتقشيق والهماوي والذهب الحر وما ياكل الشوا غير ليمون الفولوفو
خلاها اخويا سي محمد، الله يحفظك اختي صفا كومونتير ما خلاش. 9 ديال الخويطه تبانات ولا اروع ديال الدك ديال اللي برا. هادو اللي بغات 3 نعطيها 3 غير، وكان انا عجبوني في هاد الشوفه ديال التسعود. واللي بغات 7 ما كاين حتى مشكل، اللي بغات دير فيها غير 7 واللي بغات دير فيها خماسيه مرحبا والف مرحبا، جميع الاذواق موجودين. وان هاد التسعود هادو خلاتها مولاتها شي حاجه تبارك الله الروائع وشي حاجه في الهماوي. بالنسبه لهادو 3 كيديروا 18150 درهم، 1815 ديال الاورو 3 منهم، 18150 درهم 1815 ديال الاورو، فيهم 6.4 سنتيم في القطر ديالهم مرحبا. واللي بغات دير 9 كنديروا لها شي روميز وتاخذهم ب 9، ما كاين حتى مشكل. ديالهم 6.4 سنتيم 18150 درهم كل 3، 3 ب 18150 درهم مرحبا. الله يحفظك اختي العزيزة، الله يكبر بك. اكاين واحد السرت لا وراه ما خلاتش بنات، وراه روعة روعة. ما عرفتش التصويرة واش عطيها الحق ديالها. بالنسبة للسامبل كيجي فيها واحد الزواقة نسخة طبق القصر صغيرة، وصح ما نتذكرو شي حاجة روبوست. سريت لا رائعة جدا، زواقة في البلدي المهم وبنات، شي حاجة عشاق البلدي في أبهى الطراز. الزواقة لداخل من القشة 2.5 سنتيم في العرض ديالها في الوجه ديالها، وبالنسبة للقطر ديالها كتجي فيها 6.7 سنتيم، 6.7 سنتيم مرحبا وألف مرحبا ولا أروع. بالنسبة لهذه الثمن ديالها 27300 درهم، 2730 درهم. ديروا الدب، ديروا الدب، اللي عندها الفلوس ومازال كتشاور ديري الدب. ما لقيتي ما دري تلفتي شري الدب، ما عندكش فلوس الارض مازال ما وصلتيهمش شري الدب. لبسي ومنين توصلي بيعي وغادي تربحي، غتجلسي عام عامين 3 سنين غادي تلقاي الدب 1000 درهم الغرام. ديروا الدب، ديروا الدب، ديروا الدب، ديروا الدب، وديروا الدب. صارت والله الا انا عارف اشنو هادي، والله كون عندي حتى 100 مليار تنديرها كلها دابا، والله ما نخلي ريال في البنكه. علاش؟ لان عارف انا اش من احسن استثمار هو الدب. زواقه ما خلاتش بنات، صرت لها تبارك الله ديال 6.7 في القطر ديالها، فيها 49 غرام فاصلة 57 كتبقى 37 27300 درهم 2730 ديال الاورو. ما خلاتش، ما خلاتش، زواقة هماوية رائعة ثلاثية في المولك. وكاينة مولاتي السبعة ديالها تبارك الله شي حاجة في الديزاين القديمة بنات، يعني ما بقاوش هاد السرات هادو اللي كتشوفوا فيهم 40 غرام و 30 غرام في 7، راه ما كنتذكروا هنايا على 100 غرام من الفوق. شتي هادي راه فيها 129 غرام فاصلة 99، 199 130 غرام تقريبا، و 130 غرام اختي خديجة الله يرزقنا ويرزقك من حيث لا تحتسبين. والزواقه كما كتشوفوا اصيله وشي حاجه تبارك الله في الدب القديم، شي حاجه البير صافي 100%، شي حاجه تبارك الله في القطر ديالها 6.7 سنتيم اللي كتلبس 6.7 سنتيم 71500 درهم 7150 ديال الاور. ويني راه تبارك الله 130 غرام ديال الذهبات، 130 غرام ديال الذهبات في سرتله ولا اروع. زواقه ما نتذكروش الصراحه اللي خدتها هادي، فزتي فزتي باحسن مكان عندي في السلعه. وعشاق الصويري في ابهى الحلال، نعطيكم حتى الصويري عندي المومو ديال الصويري، كاينين هاد السباعيه هادي ويني لو سوبسي احسن ضمه. لان لا الصفر الله يكبر بيك، 5 فاصله اللي كتلبس 5.9 اليوم وما عمرها لقات سريتلا ديال الصويري ديالها، هي هادي سريتلا ديال الصويري بالدك القديم. دوزي الدك على اللي دوزي يدك على النقشه، شي حاجه تبارك الله اللي كتجي بارزه وكتحسي بها مقراب، هي اللي ديال بصح الزواقه القديمه بنات. والدب التقشيق ولا كولور ما نتذكروش، شي حاجه ديال 5.9 في القطر ديالها، 5.9 شي حاجه تبارك الله 94 غرام في الصويري فاصله 37 51900 درهم. ويني راه رائعه، واخا تدخليها بلي باموس ولا تدخليها بان ليكيد اللي كتجي رائعه جدا. ويني راه في لبستها راه ما نتذكروش، راه ما نتذكروش، ما نتذكروش. وكاينين عندي فيهم 4 ديال الخويطات اللي بغات غير 4، وينين نمرة كبيرة كاينين هادو فيهم في القطر ديالهم 6.5 6.6 6.7 6.7 هادي في القطر ديالها كتبقى ب 4، بهم كيبقاو ب 18300 درهم 1830 ديال الاورو، فيها 3